السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طيب، الصوت واضح يا شباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم إن شاء الله المحاضرة رقم 9 من دورتنا، دورة الـ IC3، الشهادة الدولية في الحاسب الآلي والإنترنت. أنا رحت للشباب في المعهد وإن شاء الله بقوله هنراجع بس الأسماء واللي سدد واللي ما سددش وكده، وإن شاء الله هيتواصلوا معاكم. تمام؟ وانا برضو بعد ما اخلص المحاضره هروح تاني اشوف وصلوا في الموضوع الاكواد ليه. طيب، في سؤالين يا شباب جالنا امس على الجروب، اي اسئله انتوا هتطرحوها انا هجاوب عليها في اليوم التالي في المحاضره. بالنسبه للاختبارات، اللي حابب يدخل المحاضره بقرارة. اللي حابب يدخل مقرر واحد او محتوى حقيبه واحده ممكن ياخد حقيبه واحده وبعد كده يكمل في اختبار مره تانية حقيبه تانية وحقيبه ثالثه. اللي حابب ياخدهم الثلاثه مع بعض ياخدهم الثلاثه مع بعض، مفيش مشكله. تمام؟ ده السؤال اللي جانا. الاختبار بيتم فين؟ بيتم في الكليات التقنيه، كل واحد في المنطقه اللي هو فيها. تمام؟ وبيجي لك المكان اللي انت هتختبر فيه. طيب، احنا اليوم ان شاء الله مكملين في برنامج الويندوز، وهنبدا اول محاضره في الحقيبه الثانيه اللي هو برنامج الويندوز. احنا عندنا اول ما جينا اتكلمنا كده في بدايه الدوره، قلنا بيتكون نظام الحاسب الالي او منظومه الحاسب الالي بتتكون من شقين، الشق الاول الهاردوير والشق الثاني السوفتوير. والهاردوير احنا درسنا فيه وحدات الادخال، وحدات المعالجه، وحدات الاخراج، ووحدات التخزين. في السوفت وير اللي هو البرامج، يعني بتنقسم الى 3 انواع من البرامج. ركزوا جدا في محاضره اليوم لانها مهمه، وهناخد كل الاجزاء العمليه اللي مرت علينا قبل كده. يبقى البرامج السوفت وير بتنقسم ل3 انواع من البرامج. أول نوع من البرامج اللي هو برامج نظام التشغيل زي الويندوز اللي احنا معانا الآن، زي مثلا الدوس، زي مثلا اليونكس، زي الأندرويد، كل دي اسمها أنظمة إيه؟ أنظمة تشغيل، زي الأي أو إس. النوع الثاني من السوفت وير اللي هو البرامج التطبيقية. البرامج التطبيقية، يعني إيه برامج تطبيقية؟ يعني برامج أنت برنامج أنت بتفتحه بتشتغل عليه، ما بتعدلش عليه. مثال زي برنامج الوورد، يعتبر برنامج تطبيقي، برنامج الاكسل برنامج تطبيقي، برنامج الباوربوينت برنامج تطبيقي، انا بشتغل عليه بفتحه وبشتغل عليه فقط، ماليش علاقه بعدل عليه او كده. رقم 3، النوع الثالث من البرامج اللي هي لغات البرمجه. يعني ايه لغات البرمجه؟ يعني اللغه اللي انا بكتب من خلالها بعمل برنامج، زي مثلا لغه السي، لغه الفورتران، لغه الكوبل، لغه مثلا فيجوال بيزك. تمام؟ لغه ال HTML اللي هو انشاء صفحات، كل دي لغات برمجه. يبقى نلخص موضوع البرامج في ان البرامج بتنقسم ل3 انواع: برامج نظام تشغيل زي الويندوز والدوس، برامج تطبيقيه زي الوورد والباوربوينت مثلا، ولغات برمجه زي لغه السي ولغه الكوبل ولغه الفورتران الى اخره. طيب، هنبدا ناخد استاذ، ترى الشاشه ما فيها عرض، يعني الشاشة مش معروضة عندكم الآن؟ ازاي؟ كده اتعرضت يا شباب؟ سطح المكتب بس، ما انا شغال لسه، ما الماوس كده شغال عندكم، بيتحرك كده عندكم الماوس؟ طيب ماشي، لا ما فيش شرايح، في عمل اليوم. طيب تمام، لو في اي مشكله في الصوت في العرض وضحوا لي. طيب تمام. طيب، نظام التشغيل يا شباب، احنا بس بناخد كده بعض التعريفات وهندخل في العمل على طول. نظام التشغيل، ايه تعريف نظام التشغيل؟ نظام التشغيل بالانجليزي اسمه اوبريتنج سيستم، او اختصاره او اس، او كابيتال اس كابيتال. تعريف نظام التشغيل
هو مجموعة من البرمجيات المسؤولة عن إدارة مكونات الحاسب الآلي، تمام؟ ويمثل وسيط بين المستخدم وبين مستخدم أجزاء الحاسب الآلي، تمام؟ طيب تعالى بقى ندخل كده في الموضوع عملي كده على طول. شاشة سطح المكتب أو واجهة سطح المكتب بتتكون عندي من إيه؟ بتتكون من مجلدات، بتتكون من ملفات، تمام؟ وبتتكون عندي من 5 رموز أو 5 أيقونات أساسية، اللي هم إيه الـ5 رموز؟ اللي هو رمز سطح المكتب، وعندي رمز المستندات، ورمز الشبكة، ورمز لوحة التحكم، ورمز سلة المحذوفات. ثم الـ5 الأساسيين اللي موجودين عندي أنا ممكن أحذفهم، أو يعني ممكن أخفيهم، وممكن إيه أضيف منهم جزء أو بعض زي ما هنشوف الآن. طيب غير الرموز الأساسية اللي هم الـ5، غير المجلدات والملفات اللي موجودة اللي أنا حافظها على سطح المكتب والاختصارات، عندي شريط المهام. الشريط اللي تحت ده اسمه شريط الإيه؟ المهام. شريط المهام من خصائص شريط المهام إن هو عليه زر ابدأ، تمام؟ هنشوف الكلام دلوقتي كله. وعندنا البرامج اللي موجودة المثبتة اللي أنت مثبتها على شريط المهام، والبرامج الفعالة في تلك اللحظة. يعني افرض مثلا انا فاتح برنامج الوورد، تمام، وحابب اخرج من برنامج الوورد واروح اشتغل في برنامج مثلا الويندوز او عفوا الرسام او الاكسل، يبقى ممكن اصغره كده، فهو نزل في شريط الايه المهام. في الجزء اليسار او الايسر من شريط المهام في عندنا الساعة، في عندنا مثلا اللي هو الشبكة، رمز الشبكة، في عندنا مثلا رمز الايه اللي هو السحابة الوان درايف لأن احنا شغالين على المايكروسوفت. طيب هنبدأ دلوقتي نشوف الـ5 رموز اللي عندي دول ازاي اعرضهم وازاي اخفيهم. الـ5 رموز الاساسيين اللي عندي ازاي اخفيهم وازاي اعرضهم. طيب علشان اخفي الرموز يا شباب انا هنروح نضغط على اي مكان فاضي كده ونضغط يمين، وبعدين نختار تخصيص، وبعدين نيجي على اليسار، وبعدين نختار حاجة اسمها النسق، وبعدين نيجي نختار إعدادات أيقونات سطح المكتب. هيظهر عندي الـ5 رموز اللي أنا قلت لك عليهم: الكمبيوتر، ملفات المستخدم، الشبكة. تقدر إن أنت تحط علامة صح لو أنت حابب تخفي الرمز، تشيل علامة الصح وتضغط تطبيق وتضغط إيه موافق. تعال نشوف كده، اتشال عندنا لوحة التحكم، اتحذفت عندنا لوحة الإيه التحكم، تمام. تعالى نرجعها تاني كده، هنروح نضغط يمين وبعدين نختار تخصيص، وبعد كده نروح نختار النسق، وبعد كده نختار إعدادات أيقونات سطح المكتب، وبعد كده نحط علامة الإيه الصح. طيب لو أنا عايز أغير رمز الجهاز الكمبيوتر مثلا، هروح أقف عليه وبعدين نختار تغيير الأيقونة، وبعدين تروح تختار مثلا إيه الشكل اللي يعجبك مثلا هنا، وليكن إيه الشكل زي كده، وبعدين نقول له موافق، ونقول تطبيق، ونقول موافق، تمام. كده الشكل اختلف معايا لشكل جهاز الايه شكل جهاز الكمبيوتر. يبقى عرفنا ان انا عندي 5 رموز او 5 ايقونات اساسيه، اللي هو جهاز الكمبيوتر والمستندات والشبكه وسله المحذوفات ولوحه الايه ولوحه التحكم، دول اساسيين. طيب القائمة المختصرة، أنا عندي حاجة اسمها تعريف اسمه القائمة المختصرة. القائمة المختصرة يعني إيه؟ يعني أنا لو ضغطت يمين كده في أي مكان ده اسمها القائمة المختصرة. القائمة المختصرة هنا بتختلف، لو أنا ضغطت على جهاز الكمبيوتر يمين هيطلع لي قائمة مختصرة، لو أنا ضغطت على أي مجلد يمين هيطلع لي قائمة مختصرة تانية، لو أنا ضغطت في أي مكان فاضي هيطلع لي قائمة مختصرة تالتة. يبقى احنا عايزين نفرق بين لو انا ضغطت على جهاز الكمبيوتر، او لو ضغطت على مجلد، او لو ضغطت على مكان ايه فاضي. فمثلا لو انا جيت ضغطت على جهاز الكمبيوتر يمين وقلت له خصائص، تمام، هنا بيطلع لي مواصفات الجهاز اللي انا شغال عليه: اسم المعالج، الذاكره، حجم الذاكره، هنا الذاكره رام على فكره، تمام، وبعدين هنا معرف الجهاز اللي هو السيريال خاص بالجهاز، والمنتج، والكلام ده كله، ومواصفات الجهاز. طيب بيجي لي سؤال في الاختبار يقول لي مثلا استخرج مواصفات الجهاز اللي عندك، مثلا المعالج كام، السرعة كام، طلع
المواصفات دي. فاحنا بنطلعها ازاي؟ ان انا اجي اضغط على جهاز الكمبيوتر يمين وبعدين اختار ايه؟ خصائص. تمام؟ طيب في طريقه ثانيه، في طريقه ثانيه لو انا رحت مثلا على ابدا وقلت له لوحه التحكم. تمام؟ لوحه التحكم هي منضافه عندي هنا في القائمه، ممكن ما تكونش منضافه فنجيبها من مكانها الرئيسي، ان احنا نروح على نظام الويندوز ونختار لوحه التحكم. تمام؟ وبعد كده نروح نختار النظام. جاب لي هنا مواصفات الجهاز برضه، نفس المواصفات وحتى اصدار الويندوز والنسخه 32 ولا 64. وده سؤال جه في الاختبار النهائي. السؤال جه في الاختبار قال له باستخدام لوحه التحكم اوجد او استخرج مواصفات الجهاز. تمام؟ فانت بتروح تضغط على ابدا، تاني هنعيدها تاني، ابدا وبعدين نروح على ننزل تحت كده وبعدين نختار نظام ويندوز وبعد كده نختار لوحه الايه؟ التحكم. احيانا يحط لك لوحه التحكم هنا في شاشه البدء، خلاص ادخل على لوحه التحكم من شاشه البدء. وبعد كده ادخل على النظام وبعد كده هتلاحظ مواصفات الجهاز. اول ما تفتح مواصفات الجهاز زي اللي حضروا معانا امس في الاختبارات التجريبيه، خلاص انت كده جاوبت على السؤال. بتروح على السؤال الايه؟ اللي بعد. طيب ده بالنسبه لو انا ضغطت على جهاز الكمبيوتر يمين وشفنا القائمه المختصره. طيب لو انا ضغطت على اي مجلد، مثلا عندي تسجيل المحاضرات اهوت مجلد، لو ضغطت يمين وقلت له مثلا ايه؟ خصائص، هيدخلني على موضوع يا شباب احنا درسناه قبل كده اللي هو الاذونات. فاكرين الاذونات ازاي تعمل مشاركه؟ ممكن تعمل مشاركه للمجلد. تمام؟ هقول له مشاركه واحط مثلا اسم المشاركه. تمام؟ وبعدين نقول له مشاركه، ده طبعا مشاركه على الشبكه يعني، او تقول مشاركه متقدمه وتقول مشاركه هذا المجلد. تمام؟ واسمه. طيب عدد المستخدمين المتزامنين بيقدروا يدخلوا على المجلد ده في نفس الوقت كام تقدر تحدد هنا. وبعدين تختار هنا تقول له تختار الاذونات اي شخص، وبعدين تختار السماح مثلا او الرفض، هل يقدر يقرا، هل يقدر يغير في المجلد. تمام؟ وبعدين تضغط موافق. تمام؟ طيب ده بالنسبه، او ممكن ندخل على الامان برضه نفس الموضوع يدخلنا على الاذونات. تمام؟ يبقى انت لو ضغطت يمين على المجلد اللي هي القائمه المختصره دخلنا على الخصائص، هيدخلني بصفه عامه على حاجه اسمها الايه؟ الاذونات او المشاركه، المشاركه او تدخل على الامان وتعمل الاذونات، واحنا درسنا الاذونات قبل كده. طيب لو انا جيت على اي ملف، اي ملف وضغطت يمين، احنا كل كلامنا دلوقتي على القائمه المختصره، تضغط يمين على جهاز الكمبيوتر، تضغط يمين على سطح المكتب، تضغط يمين على الايه؟ مجلد، على ملف. لو ضغطت يمين وقلت له خصائص هيدخلني هنا برضو على الايه؟ مواصفاته. تمام؟ وبعدين ممكن يقول لك للقراءه فقط، ده سؤال جه في الاختبار، قال لك اجعل الملف اللي اسمه تدريبات اكسل للقراءه فقط، يبقى انت تضغط عليه يمين بعدين تقول خصائص وبعد كده تقول للقراءه ايه؟ للقراءه فقط، وبعد كده تقول له تطبيق وايه؟ وموافق. تمام؟ طيب لو جينا بقى يا شباب ناخد القائمة المختصرة في أي مكان فاضي على سطح المكتب، وبعدين هنا هقول له عرض، ممكن تعرض الرموز أو الأيقونات بشكل كبير زي كده، أو تضغط يمين وتقول عرض وبعدين تختار متوسطة أو صغيرة. وفي عندنا كمان اللي هو لو أنا جيت دخلت على تخصيص، آخر شيء تخصيص. تخصيص هنا بيهمنا في ان انت ممكن تغير الخلفيه، خلفيه سطح المكتب اللي عندك. طيب الخلفيه ممكن تنقسم الى ايه؟ الى صوره او لون متصل او عرض شرائح باوربوينت. تمام؟ فانا هختار مثلا لون متصل الاول كده، فانا هختار مثلا اللون مثلا الاحمر زي كده، وبعدين اخرج اشوف سطح المكتب هلاقيه اتغير للون الايه؟ الاحمر. وده برضه اسئله يا شباب بتيجي في الاختبارات النهائيه، يقول لك غير خلفية سطح المكتب إلى اللون مثلا ويعطيك اسم اللون. تمام؟ طبعا كل لون من هنا لو أنت وقفت عليه بيديك اسمه، أحمر، أزرق، أخضر، في ألوان بقى إيه متداخلة اللي هو أرجواني داكن، مش عارف إيه الكلام ده. فأنت بتقف على اللون وتختار. طيب ده بالنسبة للون المتصل. لو فتحت أنا واخترت مثلا صورة، أقدر أجيب مثلا صورة زي كده. كده يبقى خلفية سطح المكتب صورة. طيب لاحظ ان الخلفيه مرتبطه باختيار
باختيار الايه المناسب ليها. يعني ممكن تختار توسيط، تمديد، تجانب، تكبير، احتواء، تعبئة، كل ده ممكن تمشي مع الصورة اللي انت هتختارها. فمثلا ممكن يجي لنا سؤال في الاختبار، ممكن يعني يجي سؤال في الاختبار يقول لك مثلا اختار مثلا الصورة، تمام، او يقول لك صورة موجودة على سطح المكتب مثلا، اختار صورة موجودة على سطح المكتب واختار مثلا شعار المعهد، يقول له اختيار، وبعدين يقول لي اختار مثلا صورة معهد الحسام او شعار معهد الحسام، بحيث يكون ايه مثلا تجانب، اختار تجانب، تمام. وبعدين لو انا خرجت كده هلاقي مثلا صورة معهد الايه الحسام زي كده. طيب نرجع الامور تاني كده، اضغط يمين او تخصيص، وبعدين اروح اختار الخلفية ونختار شكل ايه شعار الويندوز زي كده، ونقول له هنا ايه احتواء. طيب ده بالنسبة يا شباب لتغيير الايه الخلفية. ممكن يبقى تغيير الخلفية عندي تتغير على صورة او تتغير على لون او تتغير على عرض ايه شرائح. عرض شرائح يعني باوربوينت، يكون عندك عرض باوربوينت وانت تقدر تدخل عليه وايه وتغير وتختار العرض يعني. طيب لو احنا جينا دخلنا دلوقتي على شاشة التأمين، لو دخلنا هنا على شاشة التأمين، فهنا بقول لك انت مثلا هتختار شاشة التأمين هتكون زي كده، او هتكون مثلا صورة، تمام، او هتكون عرض ايه او هتكون عرض شرائح. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت اللي فتح المايك، بس استاذنكم اللي فتح المايك. طيب يبقى عرفنا الوقت القائمه المختصره يا شباب، القائمه المختصره، وعرفنا ازاي نغير الايه نغير الخلفيه، اما ان تكون صوره او ان تكون ايه او عرض شرائح او لون متصل. طيب يجي لنا في الاختبار ساعات يقول لك مثلا دقه، غير دقه جهاز العرض الى 125%. طيب انا هضغط يمين في اي مكان فاضي، ده سؤال جه في الاختبار عندي، نضغط يمين وبعدين نختار تخصيص، وبعد كده هنروح نختار الصفحه الرئيسيه، وبعد كده نختار النظام، وبعد كده نختار الصفحه الرئيسيه النظام، وبعد كده نختار هنا كام 100%، او نفتح ونختار 125%. طيب يبقى هنا ممكن يسألني في الشاشة دي تقول لي مثلا تغيير الحجم، حجم النص والتطبيقات كم في المية، أو يقول لي دقة جهاز العرض. يبقى الاثنين دول لازم تاخد بالك منهم. إذا سألك في تغيير الحجم النسبة يعني 100%، 125%، أو دقة جهاز العرض كام، 600 في 800، طبعا 600 بكسل في 800 بكسل، 1024 في 768 وهكذا. فده سؤال يا شباب جه برضه في الاختبار النهائي، بنجيبها ازاي؟ اضغط يمين في اي مكان فاضي، بعدين اختار تخصيص، وبعدين اروح اختار الصفحه الرئيسيه، وبعد كده اروح اختار النظام، وبعد كده اروح اختار تغيير الحجم وتغيير دقه الايه؟ وتغيير دقه جهاز العرض. تمام؟ ده سؤال مهم جدا وجاء عندنا في الاختبار. طيب لو نزلنا تحت بقى شويه كده على شريط المهام اللي موجود عندي، في شريط المهام هلاقي عندي زر ابدا. زر ابدا يا شباب لو انا ضغطت عليه يسار يختلف عن لو انا ضغطت عليه يمين، تمام. هفكركم بان احنا لما جينا نضغط على زر ابدا يمين، انا محتاج حاجتين من هنا، محتاج مستكشف الملفات، ده مهم جدا مستكشف الملفات، ان انت تعمل اختصارات وانت في اي مكان. يعني مثلا لو انت في المستندات وقال لك اعمل مثلا اختصار لملف كرة القدم على سطح المكتب، فانت هتضغط عليه يمين وبعدين تقول له ارسال الى، وبعدين تقول له ايه سطح المكتب انشاء اختصار، وده برضو سؤال جاء في الاختبار النهائي، تمام. يبقى لو ضغطت يمين على زر ابدا انا محتاج مستكشف الملفات، محتاج مدير المهام. مدير المهام احنا قلنا بنطلعها بثلاث طرق، حد فاكر الثلاث طرق كده عشان تنشطوا معايا شويه؟ ايه الثلاث طرق للدخول على مدير المهام؟ عشات يا شباب يلا كده بسرعه. اول طريقه ان انا اضغط على زر ابدا،
شريط المهام يمين، تمام، شريط المهام يمين، وابدأ يمين والت وكنترول وديليت، تمام، ممتاز. يبقى انا عندي 3 طرق يا شباب للدخول على مدير المهام. هدخل على اضغط على يمين على زر ابدأ، وبعدين اختار مدير المهام، تمام، هيفتح معايا مدير المهام اهو، تمام. هنا طبعا بيطلع لي الاداء، اداء مثلا وحده المعالجه والذاكره والقرص كلام. طيب، او لو انا جيت على شريط المهام ضغطت يمين، ممكن ادخل برضو على مدير المهام، تمام. او لو انت كتبت الت كنترول او ضغطت عفوا الت كنترول وديليت من لوحه المفاتيح، هيطلع لي برضو مدير المهام. طيب، مدير المهام دي بستفاد منها في ايه؟ بستفاد منها ان يجي لك يقول لك مثلا باستخدام مدير المهام دون الضغط على الت كنترول وديليت، زي ما شفنا السؤال امس، مثلا قم بانهاء مهمه الايه؟ الاكسل. يكون في مشكله في الاكسل ويقول لك اغلقها بمدير الايه؟ المهام. تمام؟ في البحث كمان؟ لا، مدير المهام ملوش علاقه بالبحث، مدير المهام انه يغلق لك مهمه شغاله. يعني مثلا في مشكله في الويندوز، في مشكله في الاكسل، في الوورد، تقدر تعمل انهاء الايه؟ انهاء المهمه يعني. او انه بيحدد لك او يوريك مثلا زي ما انت شفت كده، يوريك مثلا اللي هو الاداء، اداء الذاكره رام عامله ازاي، كام المستهلك فيها، كام اللي شغال حاليا، كام اللي فاضي، القرص الصلب، تمام، نشاط القرص الصلب، نشاط مثلا كارت الشبكه زي كده، ده مدير الايه؟ المهام. طيب، يبقى احنا دلوقتي يا شباب عرفنا موضوع الايه؟ ابدأ، وموضوع الايه؟ وموضوع شريط المهام. طيب، في عندنا دلوقتي في الادوات اللي موجوده عندي في شريط المهام، في هتلاحظ ان الوورد مثبت، الاكسل مثبت، الرسام. تعال بقى نضغط، احنا اتكلمنا على ابدأ، لو انت ضغطت بالزر الايمن، لو ضغطت على ابدأ بالزر الايسر، هيطلع عندك 3 قوائم. القائمه الاولى هتكون فيها اللي هو المستخدمين والمستندات والصور والاعدادات والطاقه. القائمه الثانيه فيها البرامج مرتبه ابجديا، هيبدا لك بالاكسس، الفوتوشوب، على حسب البرامج اللي موجوده عندك. القائمه الثالثه هيكون اسمها قائمه البدء او شاشه البدء، ودي انت بتخصص فيها البرامج اللي انت عايزها مثلا بصفه مستمره، زي لوحه التحكم مثلا انا مخصص. طيب، تعال نشوف كده، لو انا مثلا جيت على برنامج الاكسس وحابب اضيفه في شاشه البدء، هضغط عليه يمين وبعدين اقول له تثبيت بقائمه ابدا، فظهر عندي هنا في تثبيت في قائمه ابدا. ممكن اضغط عليه من قائمه ابدا واقول له هنا اكثر، وبعدين اقول له تثبيت الى شريط المهام، هينضاف عندي في شريط المهام. يبقى انت كل اكثر البرامج اللي انت بتستخدمها بصفه مستمره ممكن تضيفها في شريط الايه؟ المهام. يبقى انا عندي هنا يا شباب قائمة تبدأ بتنقسم لثلاث قوائم فرعية. القائمة الأولى قائمة المستخدمين والمستندات والصور، والقائمة الثانية قائمة البرامج، والقائمة الثالثة إيه؟ شاشة البدء. طيب، أقدر إن أنا مثلا بعد ما ضفت البرنامج هنا في شاشة البدء، أقدر إن أنا أروح أحطه في مجموعة، يعني ده محطوط في مجموعة جديدة. أقدر أسمي المجموعة هنا مثلا أقول برامج مثلا، هنقول برامج هامة. يبقى أنا سميت الإيه؟ المجموعات. ممكن آخد لوحة التحكم وأنزلها في البرامج الهامة كمان. يبقى ممكن أعمل مجموعة وأضيف فيها أي برنامج وأسحب البرنامج وأحطه فين؟ في المجموعة اللي أنا ضفتها. تمام؟ طيب، في عندنا في شريط المهام، ننزل تحت كده في شريط المهام، هلاقي في عندي أكتب هنا للبحث، في زر بحث. زر البحث ده ممكن تبحث عن اي برنامج مثلا زي الوورد، موجه الاوامر، اي برنامج، اقول له مثلا الرسام، تمام، الرسام، هيدخلني على برنامج الايه؟ الرسام زي كده. تقدر تبحث عن اي ايه؟ عن اي برنامج. طبعا البرامج المثبته اللي احنا قلنا عليها اهيت، تمام، ممكن ان انت لو جيت ضغطت على اي برنامج وقلت له ازاله التثبيت من شريط المهام، برنامج خلاص مش محتاجه، بيتزال. ده كان موضوع شريط المهام يا شباب. طبعا عندنا هنا في اليسار في عندك اللغه، وفي عندك الايه؟ التاريخ والوقت، وفي عندك رمز الايه؟ رمز الشبكه.
طيب عرفنا دلوقتي ان احنا ازاي ندخل على اداره المهام بثلاث طرق، وده مهم جدا لانها بتيجي فين؟ في الاختبار. نرجع تاني لجهاز الكمبيوتر، لو جيت ضغطت على اليمين وقلت له خصائص فبيدخلني هنا على مواصفات الايه؟ مواصفات الجهاز. هتلاحظ هنا ان انا عندي نظام، نوع النظام او مكتوب نظام تشغيل باصدار 64 بت. احنا عرفنا يا شباب الفرق بين ال 64 بت وال 32 بت، اذكركم بيها مره اخرى ان الفرق بين ال 64 بت وال 32 بت ان في ذاكره صغيره جدا موجوده في المعالج، الذاكره دي بتسمح بمرور البيانات، بالترتيب، والذاكره دي بتاخد الحجم، حجم التخزين البيانات اما 32 بت او 64 بت على حسب نظام التشغيل. يعني بتاخد البيانات اللي هتتم معالجتها بالتتالي كده 32 بت ثم 32 ثم 32 او 64 ثم 64 بت ثم 64 بت. طيب لو انا استخدمت نظام تشغيل 64 بت يبقى انت هتقدر تستخدم حجم الذاكره الرام، تقدر تستفيد لحد 28 جيجا بايت. انا طبعا عندي 4 جيجا، تمام. طيب فهو هنا هيستخدمها كلها، يعني انا كده مستخدم كل الذاكره اقدر استفيد منها كلها. لكن لو انت استخدمت 32 بت يبقى انت مش هتقدر تستفيد من الذاكره الا ب 8 جيجا فقط، طبعا اذا كانت ذاكرتك اكبر من ال 8 يعني، تمام. يبقى ده الفرق بين نظام التشغيل 64 و 32 بت، تمام. طيب نرجع تاني. لو تعيد استاذ حسان. اعيد ايه الفرق بس؟ طيب حاضر. هل احدهم افضل من الاخر؟ طبعا افضل، 64 بت افضل، لان كده انت هتستفيد من كامل. افرضي مثلا انت مركبه ذاكره 64 او مركبه ذاكره مثلا 32، يبقى انت هتستفيد ب 28 جيجا، تقدر تستفيد ب 28 جيجا. لكن لو استخدمت 32 يبقى مش هتقدر تستفيد من الذاكره رام غير بكام؟ غير ب 8 جيجا فقط. طيب نعيد تاني يا شباب. لو انا جيت ضغطت على جهاز الكمبيوتر يمين قلت له خصائص، احنا قلنا بيدخلنا على مواصفات الايه؟ الجهاز. تقدر تدخل على مواصفات جهازك وتقدر تشوف هل انت نظام تشغيلك 64 بت ولا 32 بت. طيب ايه الفكره او ايه الفرق بين 32 و 64؟ احنا قلنا في المعالج، في معالج الجهاز نفسه اللي هو السي بي يو، في ذاكره صغيره جدا، هذه الذاكره بتسمح بمرور البيانات للمعالج لتتم معالجتها، والذاكره دي بتاخد يا اما 32 بت او 64 بت على حسب نظام التشغيل. يعني لو نظام تشغيلك 32 هتدخل البيانات 32 32 32. طيب لو الذاكره، لو نظام التشغيل 64 يبقى الذاكره هتدخل بيانات 64 64 بالتتالي يعني. طيب اذا استخدمت نظام تشغيل 32 بت هيأثر على الذاكره رام ان انت مش هتقدر تستخدم غير 8 جيجا فقط. طب هتقول لي طب انت عندك 4، خلاص هتستخدم ال 4 مفيش مشكله، تمام. لكن لو انت مركب ذاكره قويه، انت ذاكره عفوا في مساحه تخزينيه كبيره، يبقى انت محتاج تركب كام او تشغل نظام تشغيل 64 عشان تقدر تستفيد من الذاكره. طيب ملخص الموضوع يا شباب ان ال 64 بت هيسمح لك ان انت تستخدم نقول مثلا ثلاث ارباع الايه؟ الذاكره اللي انت مركبها الذاكره. لو 32 مش هتستخدم بس غير 8 جيجا فقط. واضح يا شباب كده ولا عيد تاني؟ طيب لو احنا جينا على جهاز الكمبيوتر يمين وضغطنا على جهاز الكمبيوتر يمين وبعدين قلنا خصائص، في حد بيسأل؟ واضح تمام. لو جينا على جهاز الكمبيوتر يمين وبعدين قلنا خصائص، تمام، وبعدين جينا يا شباب على إدارة الأجهزة، كنا درسنا حاجة اسمها إدارة الأجهزة، ودرسنا حماية النظام، ماشي، وسطح المكتب البعيد برضه هكلمكم عنه الآن. طيب هنتكلم على إدارة الأجهزة. احنا قلنا إدارة الأجهزة أنا عندي فيه كروت، تمام، ومحولات، كروت أو محولات الاسم واحد أو بطاقات. في عندي بطاقة صوت، بطاقة شبكة، بطاقة شاشة، كل دي اسمها بطاقات او محولات. طيب انا عايز اشوف البطاقات اللي عندي، بطاقه الصوت متعرف ولا لا، هاجي على اي بطاقه واضغط يمين واقول له تفحص تغيرات الاجهزه.
فما عملت تفحص تغيرات الاجهزه خلاص ما طلعليش علامه تعجب بالاصفر، يبقى معنى كده ان كل التعريفات، كل البطاقات، كل المحولات، بطاقه ومحول نفس الاسم، فكله متعرف، كله متعرف، يعني نظام التشغيل خلاص شغال معايا في كل الايه، في كل الايه البطاقات. هفترض ان انت مثلا عندك مثلا اللي هو الصوت، الصوت مش شغال يعني مش متعرف عليه. فنيجي مثلا على بطاقة الصوت يا شباب، هنا هضغط عليه كده، هنا فتح لي تعريف الايه الصوت، هضغط عليه يمين واقول له تحديث برنامج الايه التشغيل. طيب تحديث برنامج التشغيل زي ما قلنا لازم يكون عندك الايه، عندك السي دي الخاص او اللي جاي مع الجهاز مثلا، او اللي جاي مع المحول او البطاقة. فانت بتركب السي دي في مكان الجهاز نفسه، وبعد كده تضغط عليه يمين، وبعدين تقول له تحديث برنامج التشغيل. تقدر ان انت تلغي التحديث، الغاء التثبيت، وممكن تعمل تعطيل الايه الجهاز لو انت عايز تقفل الصوت خالص، ما حدش يستخدم الايه الكمبيوتر، ما يطلعش صوت ولا المايك حتى يشتغل معاك. يبقى ده بالنسبه لاداره الاجهزه يا شباب. جبناها منين؟ ان انا ضغطت يمين على جهاز الكمبيوتر قلت له خصائص، وبعد كده دخلت على اداره الاجهزه، وبعد كده عملت تفحص تغيرات الاجهزه عشان اشوف لو انا عندي في اجهزه مش متعرفه، هيظهر عندك علامه تعجب يعني الجهاز ده مش شغال. زي ممكن يكون عندك لوحه المفاتيح برضو مش متعرفه، ممكن هتقولي طب هي بتكتب، ممكن تكتب معاك بس في بعض الرموز وكده ممكن ما تجيبهاش معاك، تمام. لكن افضل شيء ان لازم تتاكد ان كل الاجهزه وكل المحولات متعرفه ما فيهاش علامات ايه تعجب. هفترض ان انا عندي في علامه تعجب مثلا عند محول الشبكه، هتيجي تقف عليه وتضغط عليه يمين، وبعدين تقول له تحديث برنامج التشغيل. ممكن يجيب تحديث برنامج التشغيل من على الانترنت، او ممكن يجيبه من على السي دي الخاصه بالجهاز. نشوف كده يا شباب، بعد كده هنتكلم على حمايه النظام، ودي بتيجي في الاختبار. حمايه النظام دي مهمه جدا واحنا درسناها، خلي بالكم كل الكلام اللي احنا قلناه ده احنا درسناه في الحقيبه الاولى. طيب لو انا جيت ضغطت عليه يمين وقلت له تخصيص على جهاز الكمبيوتر يمين، قلت له تخصيص عفوا خصائص، هندخل على حاجه اسمها حمايه النظام. طيب اسالكم سؤال كده، حمايه النظام ده خاصه ب حمايه النظام في الوقت الحالي ولا خاصه بالكورس سي كامل؟ ها يعني حمايه النظام في الوقت الحالي، وانا مثلا بعمل استعاده، استعاده يبقى لسي بس؟ لا، شوفوا يا شباب، احنا قلنا ان انا عندي في نسخ الاحتياطي بينقسم لحاجتين، النسخ الاحتياطي بينقسم لحاجتين، انشاء صوره نظام وانشاء نقطه استعاده النظام، وانشاء نقطه استعاده الايه النظام. تعال ندخل على حمايه النظام كده، فتح لي هنا، فتح لي هنا نقطه الاستعاده، هنا نقطة الاستعادة، إنشاء نقطة استعادة. يبقى هضغط على إنشاء، وبعدين أكتب اسم النقطة، وبعدين نضغط على إنشاء. طب لو أنا حابب أعمل استعادة، أنا عملت نقطة قبل كده في المحاضرة اللي فاتت، هضغط على استعادة. فهنا بيقول لك من المستحسن إن أنت تاخد آخر نقطة، تمام؟ وهنا بيقول لك إن آخر نقطة كانت يوم 15، كانت هنا كانت يوم كام؟ 15/1/43 الساعة كذا. لا أنا مش عايز النقطة ديت، هقول له اختيار نقطة استعادة مختلفة وأقول له التالي، فهيجيب لي هنا. شوف هو طبعًا بيختار لي الأولى. دايمًا يختار الأولى، تلاقي نقاط الاستعادة مرتبة من الأحدث للأقدم، يعني مثلًا آخر شيء ثم اللي بعده ثم اللي قبله، يوم 14 يوم 13 يوم كذا. فهو بيجيب لك الافتراض يوم كام؟ يوم 15. ده سؤال جه في الاختبار يا شباب، السؤال ده جه في الاختبار النهائي مهم جدا. يقول لك قم بعمل استعاده لاحدث نقطه نظام. قم بعمل استعاده لاحدث نقطه نظام، يبقى هنا هتعمل استعاده. طب شوف اجيبها لكم تاني، هضغط يمين وبعدين طب نشوف لو لحد له اسئله كده. لا الكورس كامل، مش الكورس كامل، الكورس كامل ده في الثانيه، في اللي هو انشاء صوره نظام، تمام. انما هنا بياخد نظام التشغيل فقط، اصل في فرق بين الكورس يعني ايه، يعني ياخد التعريفات وياخد الاوفيس وياخد الكلام ده كله، لا لكن نقطه الاستعاده هتشغل الجهاز بس، هترجع للجهاز يشتغل بس.
طيب هنا يا شباب هنضغط على جهاز الكمبيوتر يمين، وبعدين نختار خصائص، وبعد كده نختار ايه؟ حمايه النظام. خدوا بالكم عشان هسالكم سؤال في الموضوع ده دلوقتي. طيب بعدين هدخل على، لو انت هتعمل انشاء هتضغط على انشاء، لو انت هتعمل استعاده من نقطه انت انشاتها قبل كده، وده ما بتاخدش وقت عنك. نقطه الاستعاده ما بتاخدش وقت زي ما قلت لكم، لان هو بس بياخد ملفات الايه؟ ملفات الويندوز اللي تشتغل فقط والبرامج اللي شغاله في تلك اللحظه. هنقول استعاده النظام، وبعدين اذا قال لك لاحدث نقطه يبقى انت تخلي الاختيار زي ما هو موجود، اذا قال لك نقطه معينه يوم 13 يوم 14 يوم 10 يبقى انت تقف على اختيار نقطه اخرى وتقول التالي، وبعدين تقف تحددها هنا، وبعد كده تكمل الايه؟ التالي. طيب انا هسال سؤال يا شباب كده للشباب اللي مذاكرين معايا، بالنسبه لي انشاء نقطه استعاده نظام، احنا قلنا في طريقتين ليها. الطريقه الاولى اللي انا سويتها الان، ان انت تضغط يمين وبعدين تختار خصائص وبعدين تختار حمايه الايه؟ وبعدين تختار حمايه النظام. عايز حد يذكرني بالطريقه الثانيه كده بسرعه كده؟ ايه الطريقه الثانيه؟ في طريقه ثانيه، احنا قلنا لازم انت بقى تبقى داخل الاختبار ومعاك طريقتين لكل اجابه، لانه ممكن يكون قافل لك في الاختبار، وده اللي بيحصل، يكون قافل لك طريقه وانت تشتغل بالطريقه الثانيه. في طريقه ثانيه من لوحه التحكم، تمام يا يوسف، من لوحه التحكم، وتمام يا عامر، وتمام للاخت اللي جاوبت. طيب بندخل ازاي؟ بندخل على ابدا، وبعدين ندخل على لوحه التحكم، وبعد كده ندخل على مين؟ على النظام. تمام، وبعد كده ندخل على النظام، وبعد كده هندخل على حمايه الايه؟ على حمايه النظام. تمام، نفس الشاشه. طيب ده بالنسبه لحمايه النظام يا شباب، واحنا واقفين كده برضو في نفس موضوع النسخ الاحتياطي عشان ما تتوهوش مني كده، يبقى احنا خدنا انشاء نقطه استعاده نظام. طيب انشاء صوره النظام بقى لها طريقتين، انا هقول طريقه وهطلب منكم الطريقه الثانيه. الطريقه اللي انا هجاوبكم اعرفها الان يعني، وانتم تجاوبوا الطريقه الثانيه. الطريقه الاولى هدخل على ابدا، وبرضه لوحه التحكم، بس مش هختار بقى هنا النظام، هختار هنا حاجه اسمها النسخ الاحتياطي. النسخ الاحتياطي، وبعدين اقول له هنا انشاء صوره نظام. طبعا دي اللي بتاخد بقى وقت وبتاخد مساحه يا شباب بالايه؟ بمئات الجيجا، يعني هتشوف دلوقتي المساحات ما شاء الله. لان هنا النسخ انشاء صوره نظام بيشمل الكورس سي كامل، ويمكن، خدوا بالكم بقى من الاجابه، تكمله الاجابه، ويمكن تضمين اقراص اخرى. يعني ايه يمكن تضمين كورس؟ شوف هنا مثلا الكورس المحلي السي، تمام؟ اقول له مثلا انت عايز، بقول لك انت عايز تنشئ النسخه فين؟ قلت له على الكورس المحلي، فقال لي هنا 136 مساحه خاليه، 136 جيجا. هقول له بالتالي. طيب هنا حاطين، شوف حاطين هنا ايه؟ على السي علامه صح على طول، لان هياخده كله باللي عليه، بالتعريفات، بالاوفيس، بكل شيء. طيب ممكن تضمين ايضا اكراس اخرى، حط الكرسي دي. فهنا شوف خلي بالك من المساحه الموجوده، قال لك المساحه المطلوبه لحفظ النسخه 139، وانت المساحه المتوفره عندك 136، يبقى الموضوع مش هينفع معاك، يبقى انت لازم تشيل الايه؟ الكرسي ده. تمام، قال لك المساحه المطلوبه 119 وانت عندك 136، يبقى يمشي الحال. واضح يا شباب؟ يبقى الفرق بين انشاء صوره النظام ان انت بتاخد الكورس سي كامل، علشان كده اللي جاوب في الاجابه الاولى في انشاء نقطه الاستعاده وقال لي الكورس سي، قلت له الاجابه ايه؟ خطا، لان مش الكورس سي كامل. ويمكن تضمين اقراص ايه؟ اقراص اخرى. تمام، وده طبعا بتاخد وقت لان انت عندك مساحات بمئات الجيجا بايت، بمئات الجيجا بايت، فهتاخد مساحه بقى. انا جاوبت طريقه يا شباب في انشاء صوره نظام، عايزكم بقى تجاوبوني كده ايه؟ للشباب اللي معايا ومراجعين كده كويسين، كلكم ما شاء الله، عايزكم تقولوا لي الطريقه الثانيه للدخول على انشاء صوره نظام. يلا بسرعه كده، بس ادوني مفتاح الاجابه وانا اكمل. انا قلت ابدا لوحه التحكم. طيب من كمبيوتر خصائص، لا وضح الاجابه شويه يوسف، من كمبيوتر خصائص، كليك يمين، كليك يمين على ايه؟ على الكمبيوتر يعني، اضغط كليك يمين على الكمبيوتر وبعدين خصائص. طيب تمام، وبعد الخصائص
وافق. ما فيش حد فاكر؟ طيب اجاوب انا يا شباب عشان انتوا ايه ما انتوش فاكرين. الطريقه الثانيه، شوفوا انا بتعمد اجاوب لكم في كل موضوع بطريقتين علشان في الاختبار صدقوني بيقفل طريقه من الطرق وبيفتح لك طريقه واحده، زي ما احنا شفنا مستكشف الملفات. طيب في حد يجاوب اهوت؟ كليك يمين خصائص لوحه التحكم، كليك يمين خصائص، كليك يمين خصائص لوحه التحكم. طيب كليك يمين خصائص، فين لوحه التحكم؟ مفيش لوحه التحكم. طيب انا هجاوب علشان ما نضيعش وقت. الطريقه الثانيه يا شباب هندخل على ابدا، وبعدين هندخل على الاعدادات، وبعد كده هندخل على التحديث والامان، وبعد كده هندخل على النسخ الايه؟ هندخل على النسخ الاحتياطي. اه ادى النسخ الايه؟ الاحتياطي. تمام؟ وبعدين اذهب الى النسخ الاحتياطي والاستعاده، وبعد كده انشاء صوره ايه؟ انشاء صوره نص. يبقى دي الطريقتين، خلوا بالكم تذاكروهم كويس جدا لانهم بيجوا فين؟ بيجوا في الاختبار. تمام؟ طيب طيب خلينا ناخد بقى الغياب ونكمل ان شاء الله بعد الايه؟ بعد الصلاه نكمل الويندوز كامل اليوم ان شاء الله نخلصه، علشان بكره باذن الله هناخد برنامج الوورد. تمام؟ هناخد برنامج الوورد. وفي الفاصل كده يا شباب في بريك الصلاه تتصلوا على الشباب اللي كان بيتصل ان شاء الله هيرد علينا. طيب اللي هيسمع اسمه هيرد عليا اليوم، علشان لو في حد مش موجود معانا او ما بياخدش اسمه يعرفني علشان اضيفه عندي، ممكن يكون حد مش موجود. طيب عامر موجود؟ عامر هوتاوي موجود. رياض؟ رياض نعم موجود. رياض موجود. موجود. يوسف؟ يوسف ياسر موجود. موجود. مريم موسى موجودة. مريم صالح موجودة. طيب نورة العصيمي؟ نورة. طيب هند؟ هند العصيمي. طيب مدى محمد؟ مدى. لطيف أحمد موجود. عبد اللطيف محمد موجود. موجود يا أستاذ. ماشي موجود. مدى؟ مدى موجودة. ماشي موجود. طيب مريم فهد؟ مريم فهد الدوسري. طيب محمد حسن؟ محمد حسن. طيب في حد ما سمحش اسمه يا شباب؟ في حد ما سمحش اسمه؟ طيب خلاص ماشي، نشوفكم ان شاء الله بعد. حد له اسئله؟ يا استاذ ممكن تعيد الطريقه الثانيه حق النسخ من الاعدادات؟ انشاء صوره نظام ولا انشاء نقطه استعاده؟ انشاء صوره نظام. ايوه انشاء صوره نظام اللي هي اللي بتاخد مساحات. هندخل على ابدا، اعدادات، التحديث والامان، النسخ الاحتياطي. تمام؟ الطريقه الثانيه، الطريقه الثانيه هتروح على ابدا، لوحه التحكم، وبعدين تختار النسخ الاحتياطي. تمام؟ بالنسبه لانشاء نقطه الاستعاده، الطريقه الاولى هتضغط يمين على جهاز الكمبيوتر، وبعدين تختار خصائص، وبعد كده تختار ايه؟ حمايه الايه؟ وبعد كده تختار حمايه النظام. الطريقة الثانية هتروح على ابدأ، لوحة التحكم، وبعدين تختار النظام، وبعدين تختار الايه؟ وبعدين تختار حماية النظام. وده جه في الاختبار، الطريقة دي جت في الاختبار يا شباب. كان قافل الطريقة الثانية اللي هو كليك يمين كانت مقفولة. تمام؟ طيب لو لكم أي أسئلة أو أي حاجة اتصلوا ابعتوا على الجروب، وإن شاء الله لو في أي سؤال هجاوبكم في المحاضرة، يعني مش هقدر أرد عليكم في وقتها، ممكن أجاوبكم في المحاضرة اللي بالتانية. كلكم دخلتوا على الاختبارات التجريبية يا شباب؟ كلكم دخلتوا على الاختبارات التجريبية واشتغلتوا على الاختبارات اللي أخدوا الأكواد؟ طيب يا ريت تدخلوا على الاختبارات علشان تشوفوا لي المحاكي شغال ولا لأ.
المحاكي، اهم شيء المحاكي يشتغل. ايه هو المحاكي؟ مثلا لو سالك في برنامج الوورد يفتح لك شاشه برنامج الوورد، لو سالك في مثلا الايميل يفتح لك الايميل، ده اسمه المحاكي، لازم تفتحوه وتجربه. طيب نشوفكم ان شاء الله بعد البريك كده، بريك للصلاه، ونرجع نكمل ان شاء الله الويندوز عشان بكره ان شاء الله ناخد برنامج الوورد. نشوفكم على خير كده بعد بريك بسيط. السلام عليكم. شباب الصوت واضح؟ عليكم السلام. طيب بيسأل سؤال يا شباب، بيقول أي متصفح؟ متصفح الجوجل كروم عادي، بس شغل المحاكي من ان انت تخلي اللغه بالانجليزي في الاول وبعد كده تخليها ده وانت داخل على الاختبار تخليها بالعربي زي ما انا شرحت امس، تمام؟ ده موضوع المحاكي، لو انت خليتها عربي عربي مش هيشتغل معاك، في الاول تكون انجليزي وبعد كده ايه في الشاشه اللي فيها اسم المستخدم تكون انجليزي، بعد كده وانت داخل على الاختبار تخليها عربي، تمام؟ طيب هنتكمل دلوقتي يا شباب موضوع الويندوز، هنتكلم عن جدار الحمايه. جدار الحمايه، جدار الحمايه وظيفته طبعا هو برنامج ملحق بنسخه نظام التشغيل الويندوز، وده فائدته منع وحظر وفلتره للبرامج والتطبيقات المتصله من والى الانترنت. يعني لو انا عندي برنامج بيتصل بالانترنت عشان يحدث نفسه ممكن اقطع الاتصال بينه وبين الانترنت او العكس،
تمام. طيب علشان تشغل جدار الحماية لازم تكون انت مسؤول، حساب ايه؟ مسؤول. واحنا عرفنا الحساب المسؤول والمحدود، وهناخده اليوم ان شاء الله برضو موضوع الحسابات. طيب ندخل كده على جدار الحماية، بندخل على ابدأ، وبعد كده بندخل على لوحة التحكم، وبعد كده بندخل على جدار الحماية. طيب جدار الحماية احنا قلنا هتدخل على اعدادات متقدمة، وجدار الحماية في عندي حاجة اسمها الانباوند رول والاوت باوند رول. الانباوند رول اللي هي القواعد الايه الواردة، ان قواعد واردة. الاوت باوند اللي هي القواعد الايه الصادرة، تمام، للويندوز موجودة. طيب انا ماليش علاقة بالقواعد اللي هي موجودة هنا، ما غيرش فيها علشان ايه الويندوز ما يحصلوش مشكلة. هروح اعمل حاجة اسمها نيو رول. احنا خدنا المثال اللي جاي عندنا في الكتاب اللي هو يقول لك قم بحظر الايه، بحظر متصفح الانترنت اكسبلورر. طيب اعرفوا الطريق، احنا بنروح هنا على الاوت باوند رول الاول، تقف وبعد كده تقول له هنا ايه نيو رول، وبعدين نختار برنامج ولا منفذ ولا قاعده معرفه قبل كده، او قاعده معرفه او قاعده مخصصه. لا هقول له بروجرام، احنا شغلنا كله هيبقى على البروجرام، واقول له نيكست، وبعد كده اقول له هنا اسم البرنامج ايه، هقول له براوز، وبعد كده اروح على الانترنت اكسبلورر، تمام اهوت، نضغط عليه. طبعا بنجيبه من السي، بنجيبه من السي بروجرام فايل اللي هو ملفات 86. بندخل على الانترنت اكسبلورر، طبعا احنا عدنا الكلام ده قبل كده بس احنا بنعيد تاني، وبعد كده اقول نيكست، وبعد كده اقول له بلوك حظر، وبعد كده اقول له ايه نيكست، وبعد كده احدد الثلاث اختيارات اللي هو الدومين والبرايفت والبابليك اللي هي انواع الشبكات يعني اللي عندي، وبعد كده اقول له نيكست، وبعدين اقول له اكتب اسم للقاعده، هقول له حظر متصفح الايه الاكسبلورر. ونقول له فينش. طيب تعالى ندخل كده على اعدادات متقدمه، وندخل على الاوت باوند رول، هلاقي هنا حظر متصفح الايه الاكسبلورر. طيب تعالى نفتحه كده نشوف هيشتغل معانا ولا لا. هنا بيقول لك تعذر الايه، تعذر الحصول على الصفحه او الوصول للصفحه. طيب نرجع تاني كده نشيل الحظر. وهنا ممكن يجي لي السؤال ازاي بقى، يقول لك مثلا انت عندك قاعده حظر متصفح الاكسبلورر او متصفح الاكسبلورر. طيب يقول لك قم بالسماح بمتصفح الاكسبلورر بالايه بالعمل. فانت هتيجي على القاعده اللي موجوده وتفتحها، تنكر عليه، وبعد كده هتغير كلمه البلوك هنا، بدل ما تبقى بلوك هتقول له ايه الاو سماح، وتقول له تطبيق، وتقول له موافق. تعال نفتحه كده نشوف المتصفح هيفتح معانا ولا لا. ما فتحش، نعمل ايه، نعمل اللي هو التحديث. التحديث اللي هو اف 5. طبعا هنا فتح معايا الايه، فتح معانا المتصفح. يبقى ده المثال اللي عندنا في الاختبار في الكتاب اللي هو يقول لك قم بعمل قاعده لحظر متصفح الانترنت اكسبلورر من العمل، تمام، او من الاتصال بالانترنت. طبعا ممكن على هذا المثال اقدر اعمل اي برنامج عندي، اقدر اعمل له ايه، اقدر اعمل له حظر مثلا جوجل كروم، اي برنامج، تمام، ممكن اعاده. حاضر، نعيد يا شباب تاني. بتروح تضغط على الاوت باوند رول، ما نضغطش على الانباوند رول، انا عايز اعمل حظر يعني الصادر من جهازي للانترنت، فانا هقف على الاوت باوند رول، وبعدين اختار نيو رول، وبعدين اختار بروجرام، وبعدين اقول له نيكست، وبعد كده اقول له هنا حدد المسار، وبعد كده اختار، طبعا هختار السي، وبعد كده اختار بروجرام فايل، وبعد كده اختار الانترنت اكسبلورر، وبعد كده اختار. طيب انا عندي هنا لما جيت فتحت الملف يا شباب في اكتر من ملف، انا باخد الملف التنفيذي اللي فيه، انا يهمني الملف التنفيذي اللي هو بينتهي بالاي اكس اي، هاخد الاي اكس اي، وبعد كده هقول له نيكست، وبعد كده هقول له اعمل له بلوك، وبعد كده
هنختار الثلاث اختيارات وبعد كده اقول له هنا اكتب اسم القاعده، تكتب الاسم اللي انت عايزه تمام، وبعدين تقول له هنا ايه فينيش تمام. طيب لو انا جيت دخلت هنا على المتصفح هلاقي القاعده اللي انا سويتها هي، اقدر ادخل عليها وبعدين اقول له هنا يا اما بلوك يا اما الاو تمام. كده واضح واحنا شرحناها قبل كده. ايه الشرط اللي انت لازم يكون متوفر معاك علشان تسوي موضوع الجدار الحمايه؟ احنا قلنا في شرطين، الشرط الاولاني ان انت يكون اسم المستخدم مسؤول، والشرط الثاني بعد ما تسوي القاعده هتدخل تختار هنا اللي هو هتدخل تختار بعد ما تسوي القاعده تتاكد ان جدار الحمايه شغال معاك تمام. يعني مثلا هنا اللي هو الاعدادات المتقدمه تمام، دي الاعدادات المتقدمه جدار الحمايه، ندخل على ابدا لوحه التحكم وبعدين نختار جدار الحمايه تمام، واتاكد ان هو شغال معايا زي كده او تشغيل جدار الحمايه، اتاكد انه محطوط عليه علامه صح عند التشغيل. يبقى في شرطين علشان تعمل قاعده، ان انت اول شيء يكون اسم المستخدم اسم الحساب اللي انت داخل بيه مسؤول، ثاني شيء ان انت بعد ما تخلص القاعده او قبل ما تخلص القاعده او قبل ما تنشئها تعمل تشغيل لجدار الحمايه. لان ممكن اعمل قاعده واقول له ايقاف تشغيل جدار الحمايه، يعني القاعده ملهاش اي دور هنا، مش هتشتغل معاك كده. ما عرفنا موضوع جدار الحمايه يا شباب بالتفصيل. طيب هنتكلم دلوقتي عن موضوع ثاني اللي هو امتدادات الملفات، ودي امتدادات الملفات مهمه جدا وبتيجي في الاختبار. هقول لهم بسرعه كده، امتداد ملف الوورد دي او سي اكس او دي او سي، الاكس ديت معناها ان الاصدارات الاوفيس ما بعد 2003، ما بعد 2003 وما بعدها، يعني 2003 2010 2016 2019 كل دي بتاخد دي او سي اكس، بتاخد الاكس. برضه نفس الشيء الاكس ال اس اكس، اكس ال اس اكس اللي هو الاكسل، البي بي تي اكس اللي هو الباوربوينت تمام. خليني برضه عشان بقى في صوت مع الكتابه كده تبقى انتوا عارفين، يبقى الدي او سي اكس ده الوورد تمام، الاكسل هيبقى اكس ال اس اكس تمام، ده الاكسل، الباوربوينت هيكون البي، كل دي برامج احنا هندرسها، البي بي تي اكس باوربوينت. الاكسس يا شباب ما فيهوش الاكس، الاكسس هيكون اي سي سي يعني اكسس دي بي داتابيس قاعده بيانات، ده امتداد. طبعا هنا بيسبقه ايه؟ نقطه نقطه نقطه، وهنا اسم الملف، اسم الملف اسم الملف، وده الامتداد تمام. ده الاكسس. البي دي اف اللي هي الملفات النصيه المحوله الى ايه؟ الى ملفات بي دي اف، زي ملف البي دي اف اللي انا ارسلته لكم يا شباب، حد فتحه ملف البي دي اف العرض اللي انا كنت بعرضه ليكم وانتوا قلت له ارسله وانا ارسلته، حد فتحه وشافه؟ ايوه طيب، يبقى البي دي اف هنا ده ملفات النصيه، ممكن ملف الوورد، ملف الاكسل، ملف باوربوينت، اقدر احوله البي دي اف، يعني صعب ان انت تعدل عليه تمام. انا عايز احافظ على مثلا تعبي او حقي اللي انا كتبته او مجهودي، فانا برسله بي دي اف عشان ما فيش حد يغير مثلا، يعني انا بعطي مثال، فدي اسمها الملفات النصيه المحوله ايه الى بي دي اف، بحيث يصعب تعديل عليه. طيب عندنا نوع اخر من الامتدادات اللي هو نقطه زايد، اللي هو الملفات الايه المضغوطه تمام. عندنا برضو الملفات المضغوطه رار، امتدادها رار تمام. في عندنا برضو الملفات يا شباب الفوتوشوب بينتهي بالامتداد بي اس دي، كل دي مهمه جدا وبتتسال عليها في الاختبار. عندنا التي اكس تي، تي اكس تي اللي هو ايه ملفات المفكره او الملفات النصيه. في عندنا الار تي اف، الار تي اف اللي هو الايه الدفتر. طيب الرسام، الرسام والاله الحاسبه، حد يقول لي كده يا شباب؟ جي بي تي، جي بي تي ها؟ الجي بي جي اي اكس اي، امتداده تنفيذي اي اكس اي، يبقى الاله الحاسبه تنفيذ. يبقى دي او سي، دي او سي اكس ده الوورد تمام،
الاكسل اس الاكسل البي بي تي اكس الباوربوينت الاي سي سي دي بي اللي هو اكسس داتابيز اللي هو ملفات الاكسس البي دي اف اللي هي ملفات البي دي اف اللي هي الملفات النصيه المحوله الى بي دي اف الزايب اللي هو الملفات المضغوطه الرار مضغوط البي اس دي اللي هو الفوتوشوب والتي اكس تي اللي هو المفكره والار تي اف اللي هو الدفتر تمام دي الامتدادات طيب حابب اعرض الامتداد حابب اشوف الامتداد عندي اكتر من طريقه الطريقه الاولى هتضغط يمين وبعدين تقول له خصائص وبعدين تدخل هتلاقي الامتداد مكتوب هنا تي اكس تي تعرف ان ده مفكره او مستند نصي تمام طيب الوورد برضو نفس الشيء طيب انا عايز اعرض الامتداد يكون ظاهر عندي جنب الملف كده او اخفيه قلنا هنروح على اي مجلد تفتحه اي مجلد عندك هتفتحه وبعدين تروح على تبويب عرض وبعدين تروح على تحط علامه الصح قدام ملحقات اسماء الملفات تمام طيب حطيت شلت علامه الصح من هنا هروح الاقي الامتدادات اتحذفت من هنا نعرضها ازاي افتح المجلد وبعدين اجي على تبويب عرض واحط ملحقات اضافه هنا ايه علامه صح قدام الايه الملحقات زي كده الاقي ظهر عندي الامتداد طيب امتدادات يا شباب ده احنا خدنا الوقت امتدادات الملفات طيب الصوره برضو ما هي تعتبر ملف الصوره ملف تعال نشوف امتدادات الصور امتدادات الصور حد فاكر كده امتدادات الصور معانا كده امتدادات الصور يا شباب عندنا البي ام بي نقطه بي ام بي وعندنا الجي بي جي بي اي جي وعندنا الجي اي اف تمام وعندنا التي اي اف اف وعندنا البي ان جي البي ان جي طيب البي ام بي هناخد بسرعه كده مواصفات الامتدادات ديت البي ام بي بيكون حجمها كبير في التخزين تمام وبيكون عدد الالوان فيها من 16 لون ل 256 لون تمام يبقى البي ام بي طيب البي الجي بي اي جي ده بتكون بتستخدم بكثره في البرامج يعني لها برامج كتير بتشغلها الفوتوشوب بالرسام كل البرامج بتشغلها تقريبا لها اكتر من برنامج تمام وفيها تدرجات تدرجات لونيه ممكن تعمل تدرجات لونيه تمام البي ام بي ما فيهاش تدرجات لونيه الجي اي اف بتستعمل في المواقع الانترنت مدعومه في مواقع الانترنت التي اي اف اف بتستخدم في الطباعه باحجام كبيره قد تصل ل 4 مليون بكسل في 4 مليون بكسل يعني لما تيجي تعمل لوحه اعلانيه لمحل مثلا فانت بتستخدم التي اي اف اف البي ان جي برضو بتستخدم بكثره في اكثر من برنامج وفيها تدرجات لونيه زي الجي بي جي تمام طيب لو انا عندي صوره زي صوره شعار المعهد مثلا زي كده وعايز افتحها في برنامج الرسام هضغط يمين وبعدين اقول له هنا فتح باستخدام فتح باستخدام خدوا بالكم عشان ده برضو موضوع مهم وبعدين هيفتح لي هيجيب لي البرامج اللي انا ممكن استخدمها الفوتوشوب والرسام هقول له مثلا الرسام فيفتح لي الصوره في برنامج الرسام زي ما انتم شايفين كده هقدر اقول له ملف حفظ باسم وبعدين اروح احفظها باي امتداد من الامتدادات اللي قلت لكم عليه ممكن نغير الايه الامتدادات مع مراعاه الخصائص اللي انا قلت لكم عليه ده بالنسبه لفتح برنامج يا شباب او فتح ملف باستخدام برنامج الرسام او الفوتوشوب هنتكلم عن موضوع مهم بقى دلوقتي اللي هو موضوع في حد بيسال حاجه كده البي اس دي والبي ان جي طيب ماشي هنتكلم عن موضوع الضغط ضغط المجلدات والملفات وده بيجي في الاختبار قال لك مثلا عندك ملف اسمه تسجيل المحاضرات عايزين نضغط عليه عايزين نضغط نسوي له ضغط هضغط عليه يمين الطريقه اللي انت تستخدمها في الاختبار بتقول له ارسال الى كومبريسد فولدر تمام هيبدا يعمل لك الايه يبدا يعمل لك اللي هو ضغط الملف طبعا على حسب حجمه طبعا الملف ده مليان ف طبعا هنا يا شباب عمل لي شكل الملف المضغوط بيكون عامل زي الكتب كده اللي عليها ايه حزام زي
ثواني بس لأنه هو الملف ده مليان شوية. طيب ده موضوع الضغط يا شباب، اللي انت بتضغط عليه يمين وتقول ارسال الى كومبريس دي فولدر، ودي الطريقة اللي انت تستخدمها في الاختبار. طيب لو انا عايز اعمل كلمة مرور للملف، كلمة مرور للملف، هضغط عليه يمين وبعدين هقول له اديت تو ارشيف، بس لازم تكون منزل البرنامج وين رار عندك، وبعدين تختار عندك سيت باسورد تعيين كلمة مرور، وتحط كلمة المرور اللي عندك. مفيش حد هيقدر يفتح الايه المجلد المضبوط، ودي الطريقة الوحيدة في الحاسب كله ان انت ازاي تسوي كلمة مرور للمجلد، عن طريق انت تعمل له ضغط، ومن خلال الضغط تعمل ايه، تعمل اديت تو ارشيف وست باسورد. تمام. طيب احيانا يجي لي في الاختبار يقول لك عندك ملف مضبوط وفك الضغط، وده غالبا اللي بيجي في الاختبار، يعني يا اما يقول لك سوي ضغط يا اما يقول لك فك الضغط، مفيش حاجة اكتر من كده. تمام. هنضغط يمين وبعدين نقول له هنا ايه، بعدين نقول له اكستراكت فايل، اللي هو استخراج الملفات. تمام. هيستخرج الملفات بنفس الشكل، او استراكت هير اللي هو استخراج هنا. لو انت قلت استراكت فايل يبقى لازم هنا هتحدد المكان، ده الفرق، انت عايز تستخرجه على سطح المكتب ولا في المستندات ولا في الدي ولا في السي. لكن لو قلت له اكستراكت هير يعني استخراج هنا على سطح المكتب. طيب دي الطريقه. الطريقه الثانيه ان انت تروح تضغط على المجلد المضغوط وتقف عليه على اللي بداخله وتقول له نفس الشيء اكستراكت تو، وتحدد الايه المكان. يبقى كده او كده ايه صح، والموضوع ده بيجي في الاختبارات وتخلوا بالكم منه. هنتكلم دلوقتي يا شباب على الاي بي. احنا الاي بي عندنا، احنا قلنا الاي بي عندنا بيجي بتنسيقين، حضراتكم فاكرين بيجي بتنسيق، ها حد يفكرني كده، حد يفكرني كده على الشات كده، بيجي بتنسيق ايه؟ الاي بي اللي هو الاي بي اللي هو اختصار انترنت بروتوكول، بيجي بتنسيق، مفيش حد فاكر، بيجي بتنسيق الاي بي في 4. تمام. وبيجي بتنسيق الاي بي في 6 او الاي بي في 6، يعني عندنا بيجي بتنسيق. الفرق بينهم يا شباب، الفرق بينهم بسرعه كده نذكركم بيهم. الاي بي في 4، الاي بي في 4 والاي بي في 6. الاي بي في 4 بيجي بتنسيق عشري، تنسيق عشري يعني ايه؟ يعني مثلا اقول لك 192 نقطة 186 او 168 اي رقم، صفر مثلا 10 0 1 نقطة، يعني نقطة 10 نقطة 1، دي نقطة كده يا شباب، يبقى ده اسمه تنسيق عشري. بيبدأ من رقم 0 255، بيبدأ من رقم 0 10 نقطة ايه، بيبدأ من رقم 0 ل 200 كام، يعني الرقم من 0 ل 255. هنا الاي بي في 6 بيجي بتنسيق سداسي عشري. سداسي عشري يعني ايه؟ يعني يكون في 8 مجموعات، ادي مجموعه ومفصوله بنقطتين فوق بعض، مجموعه نقطتين فوق بعض، مجموعه نقطتين فوق بعض، 8 مجموعات. طيب الثمان مجموعات هنا بتيجي بتنسيق سداسي عشري، يعني تنسيق سداسي عشري يعني يكون في ارقام مع الاي بي، اي بي والسي والدي والاي والاف. طبعا اللي عايز يرجع للتفاصيل عندنا المحاضره الايه السابقه. طيب ده حجمه في الذاكره كام يا شباب؟ حد فاكر؟ ده حجمه في الذاكره 4 بايت، وده حجمه في الذاكره كام؟ بيكون 16 ايه 16 بايت، اللي هو 128 بت، وده 32 بت، 32 بت، وده كام؟ ده كام؟ 128 بت. تمام. طيب يبقى عرفنا الاي بي في 4 والاي بي في 6. ازاي اعرف يا شباب الجهاز اللي عندي اي بي، ازاي اعرف؟ طبعا اي جهاز بيكون فيه التنسيقيه. طبعا في، نسيت اقول لكم حاجه هنا، لو انا عندي فيه ثلاث مجموعات من الاصفار متتاليه ممكن احذفها واعوض عنها بزوج من النقاط، يعني احط نقطتين فوق بعض نقطتين فوق بعض. تمام. وده اسمه التنسيق الايه؟ التنسيق السداسي العشري المضغوط.
التنسيق السداسي العشري المطلوب. طيب ازاي ندخل، ازاي ندخل على جهازنا ونشوف الاي بي؟ احنا قلنا عندنا طريقتين، الطريقه الاولى، الطريقه الاولى من الويندوز هجيبها لكم بسرعه كده، هندخل على ابدا، بعدين ندخل على، هندخل على الاعدادات، وبعد كده ندخل على الشبكه والانترنت، وبعد كده هندخل على الايثرنت اللي هو بطاقه الشبكه، وبعد كده هندخل على مركز الشبكه والمشاركه، وبعد كده هندخل على الايثرنت ثاني، وبعد كده هنقول له تفاصيل. طبعا هيجيب لي الاي بي بي 4، لازم تتاكد كلمه عنوان اي بي بي 4 192.168.8. طب رقم جهازي هنا كام؟ بيقول لك رقم جهازك كام؟ هتقول 136 رقم جهاز. الرقم الاول على اليسار بيدل على اسم البلد، الرقم الثاني بيدل على اسم الجهه المسؤوله، الرقم اللي بعد كده على الشركه اللي انت واخد منها، وال 136 اللي هو رقم جهازك. طيب الاي بي بي 6 موجود عندي اهوت، مكتوب جنبه عنوان، عباره عن 8 مجموعات بتنسيق سداسي. ايه؟ بتنسيق سداسي عشري. يعني ايه سداسي عشري؟ يعني هتلاقي في ارقام عشريه مع الاي والبي والسي والدي والاف، اخر رقم الاف. احنا شرحنا ليه اخر رقم هيكون الاف. طيب دي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه من الويندوز، الطريقه الثانيه من الويندوز منين؟ هتدخل هنا هتكتب موجه الاوامر، وندخل على موجه الاوامر. طيب انا خليت الطريقه دي الثانيه علشان هنشرح شويه كده في الاوامر اللي موجوده عندنا، الاوامر اللي موجوده عندنا في الايه، في الدوس. دي طبعا شاشه الدوس يا شباب اللي كانت بتظهر في الدوس زمان. طيب هنا كاتب لي سي اللي هو الكورس سي، وبعدين يوزر، وبعدين حسن الدسوقي. هنا سي والمستخدمين والمستخدم بقى، ده اسم المستخدم. طيب انا عايز اخرج للفهرس الرئيسي اللي هو السي. انا هجاوبكم دلوقتي على ازاي تستخدم الدوس. اخرج للفهرس الرئيسي ازاي؟ هكتب سي دي، طبعا هنا لازم اللغه تكون انجليزي، ودي كانت شروط الايه؟ الدوس. لغه انجليزي، مفيش ماوس طبعا، الماوس هنا شغاله لان هو بيعمل من تحت الايه الويندوز. هنقول سي دي مسافه، او معلش مفيش مسافه، سي دي نقطتين فوق بعض، وناخد ايه؟ باك سلاش زي كده، ونضغط انتر، فطلعني فهرس فرعي، طلعني على اليوزر. هكتب برضو سي دي نقطتين باك سلاش انتر، هيطلعني للسي. يبقى انا واقف على الكورس سي دلوقتي، تمام؟ طيب حابب تعمل تشوف محتويات الكورس سي، هتقول له امر اسمه داير دي اي ار، تضغط انتر فبيجيب لك محتويات الكورس ايه؟ سي. عايز اروح للكورس اي، عايز اروح للكورس اي، اضغط اي نقطتين فوق بعض واضغط انتر، هنا وداني للكورس اي. حابب اشوف المحتويات، اقول له داير، طبعا هنا جاب لي الملفات اللي موجوده في الكورس ايه. طبعا اللي مكتوب بالعربي ده ما بيجيبوش، خلاص بيجيب بس الاسماء الانجليزي. طيب حابب يا شباب الغي الشاشه دي، الغي محتويات الشاشه ديت، بنستخدم امر اسمه، بنستخدم امر اسمه سي ال اس، يعني مسح محتويات الايه؟ الشاشه. طيب انا عايز دلوقتي اعمل مجلد، عايز اعمل مجلد باسم حسن، تمام؟ فانا هروح اقول له امر اسمه ام دي، ام دي، تمام؟ واخد مسافه واقول حسن اتش اي اس اس اي ان، تمام؟ واضغط انتر. طيب انا عملت حسن ده فين يا شباب؟ المجلد على الاي. طب هتقول لي انا مش، انا عايز اضمن ان انا عملت مجلد. هقول لك تعالى نروح نفتح جهاز الكمبيوتر كده ونروح على الاي، نشوف فعلا في حسن ولا لا. هنروح هنا ونفتح الاي، هنلاقي المجلد اللي انا انشاته. طيب احنا انشانا مجلد كده يا شباب، هتقول لي طب ما انت ممكن تكون كاتبه من الاول، صح؟ هقول لك مفيش مشكله، تعالى نحذف، تعالى نحذف المجلد اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه حسن. نحذفه ازاي؟ هنحذفه بامر اسمه ار دي، ار دي مسافه حسن اتش اي اس اس اي ان، ونضغط انتر. طيب انا سويت الامر وضغطت انتر، تعال نشوف جهاز الكمبيوتر كده، واروح على حسن على الاي، اشوف كده هلاقي المجلد اتحذف. يبقى انا عندي يا شباب امر اسمه، عندنا امر اسمه اللي هو
عندنا امر انشاء مجلد اللي هو اسمه الان دي، تمام، والامر الثاني اللي هو حذف المجلد اسمه الايه الار دي، تمام. اعرفوا ازاي تستخدموا موجه الاوامر، لان ده كان نظام التشغيل اصلا في وقت من الاوقات، يعني قبل سنه 1995 كان ده نظام التشغيل اللي شغال. لغه انجليزيه، شاشه سوداء، مفيش ماوس، الاوامر لازم تنكتب صح. طيب في عندنا الامر بقى اللي يهمني اللي هو اسمه الاي بي كونفج، سي او ان اف اي جي. ده بيجيب لي هنا اللي هو الاي بي في 4 والاي بي في ادرس، عفوا الاي بي في 6 اللي هو عندنا هنا الايه الاي بي بالتنسيق 192 186 836 وبالتنسيق السداسي العاشر. طب هتقول لي انا هاخد اي واحد فيهم، خد اللي اسمه اي بي في 6 وجنبه كلمه ادرس، تمام، اللي هو 8 مجموعات 1 2 3 4 5 6 7 8 وبتنسيق سداسي عشر. في حد له اسئله؟ ايش الفايده منها؟ فايده من ايه؟ من موجة الأوامر. وأنا قلت لك إحنا درسنا دلوقتي إن أنت عايز تجيب مثلا الأي بي، تجيبه إزاي؟ الأي بي تجيبه إزاي؟ لازم تبقى أنت عارف إن في أمر اسمه الأي بي، أي بي كونفج، تمام؟ الأوامر تعرف إزاي تستخدم، يعني إزاي تستخدم موجة الأوامر. مش موجة الأوامر دي موجودة تحت موجودة في نظام التشغيل ويندوز، لازم تعرف موجة الأوامر. تعرف ازاي تنشئ مجلد، ازاي تحذف مجلد، ازاي تدخل على الكورس الرئيسي، الكلام ده كله يعني. طيب هنتكلم يا شباب دلوقتي على حسابات المستخدمين. حسابات المستخدمين بسرعه اخر شيء معانا، ازاي تنشئ حساب مستخدم، لان في سؤال مهم وانا سالتكم قبل كده ان انت يقول لك مثلا انتقل الى الحساب الفلاني بدون ما تعمل تسجيل خروج. طيب عشان انشئ مستخدم بروح على ابدا، وبروح على لوحة التحكم، وبعد كده أروح على حسابات المستخدمين، وبعد كده هنروح على إدارة حساب آخر، وبعد كده هنختار إضافة مستخدم في إعدادات الكمبيوتر، وبعد كده هنختار إضافة شخص آخر لهذا الكمبيوتر. طبعا المستخدم اللي أنت هتضيفه ممكن تضيف، لو أنت عايز تربطه بحساب مايكروسوفت هتقول مثلا هتدخل بريد الإلكتروني، فانت ما انتش عايز تربطه بحسابه يكون خلاص كده بدون ما نربطه بالمايكروسوفت، هنقول له لا املك معلومات. وبعدين برضو هنا برضو مصمم ان احنا ندخل ايه حسابه، هقول له انا اضافه مستخدم ليس لدي حساب في مايكروسوفت. اسم المستخدم هقول له مثلا اسمه عبد العزيز، وبعدين هنا كلمة المرور هقول له يا شباب كلمة المرور هقول له مثلا 10، أعد إدخال كلمة المرور هنقول 10، سؤال الأمان مثلا ما هو الاسم الحيوان مثلا، خلينا ما هو اسم المدينة التي ولدت فيها، هقول له هنا مكة. طيب هم ثلاث أسئلة. السؤال الثاني هقول له مثلا ماذا كان لقبك أثناء الطفولة، هنقول له مثلا هنا 77 كده مثلا. اسم الأمان، سؤال الأمان الثالث ما هو الاسم الأول لابن عمك الأكبر، هنقول له مثلا إيه محمد، وبعد كده هنقول له التالي. فإحنا سوينا حساب باسم عبد العزيز. طبعا الحساب اللي اسمه عبد العزيز هتدخل عليه وبعدين تغير نوع الحساب، يا إما مسؤول يا إما إيه محدود. السؤال بقى المهم جدا واللي جه في الاختبار أما قال لك، خدوا بالكم من السؤال ده عشان ده آخر حاجة معانا اليوم، قال لك قم بالدخول الى الحساب المسمى عبد العزيز اللي انا انشاته بدون تسجيل بدون تسجيل الخروج من الحساب اللي انت فيه، وهيديك كلمه المرور لعبد العزيز. فاحنا هندخل على ابدا، وبعدين ندخل على اللي هو اول مستخدم عندي اللي انا فاتحه هنا، وبعد كده ادخل على مين؟ على عبد العزيز. ندخل على عبد العزيز كده، تمام. يبقى انا ما عملتش تسجيل خروج منين؟ من الحساب اللي انا شغال عليه. ده سؤال جه في الاختبار، وفي اغلب الطلبه يعني ما خدتش بالها من السؤال اللي زي كده. طيب اخر حاجه عندنا برضو يا شباب، معلش هناخد اقل من دقيقه، اللي هي اذونات المستخدمين. بتضغط يمين على المجلد او الملف، بعدين تقول خصائص، وبعد كده تقول الامان، وبعد كده تختار
اسم المستخدم، وبعد كده تقول تحرير، بعد كده تختار اسم المستخدم انت تعمل له زونات، وبعد كده تقول له يا اما تحكم كامل يا اما تعديل يا اما ربط يا اما قراءه يا اما الكلام ده كله على حسب ما يطلب منك في الاختبار، وبعد كده تقول له موافق وكده. طيب احنا كده خلصنا كل الويندوز يا شباب، كل الويندوز وكل الاشياء المهمه. طيب اخر بس حاجه كده علشان برضو اما يقول لك مثلا قم بعمل اختصار، انا جاوبتها من شويه، قم بعمل اختصار، معلش هجاوب بس النقطه ديت واشوف السؤال. قم بعمل اختصار مثلا لملف موجود في المستندات، اعمل له اختصار. طيب هتروح تدخل على تضغط يمين وبعدين تدخل على مستكشف الملفات وتروح تدخل على المستندات وتيجي مثلا على مدرب كره القدم ملف هنا اسم الفريق، اضغط عليه يمين واقول له ارسال الى، واقول له هنا ايه سطح المكتب انشاء اختصار، فده جاء عندي الملف موجود اهو. ده سؤال برضو ده في الاختبار النهائي. كده اكون خلصت معاكم الويندوز كامل، تمام؟ حتى احنا اخذنا اشياء في الحقيبه الاولى عدتها معاكم تاني. طيب بكره ان شاء الله عندنا محاضره مهمه جدا في اللي هو الوورد، هنكمل برضو الوورد يا شباب، فاتمنى تكونوا معانا بكره ان شاء الله كده على خير. اي سؤال ابعتوا لي على التليجرام وان شاء الله اجاوبكم عليه في المحاضره باذن الله. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.